مش كيشكلي في العقلي. دابا انا الاولي اللي كندوي معاهم هما الناس اللي عندهم رماد. الناس اللي عندهم رماد هادو اش غادي يديروا؟ يعني رماد ديالو خدام بيها، غادي يدير ياخذ البورطابل ديالو، البورطابل الشخصي ديالو، يعني البورطابل. ودابا الشرفه تصنتو ليا، راه ما غنعالجوش المشاكل، راه حيت الا عالجنا هذا المشكل وهذا المشكل، راه حنا كندويو مع روبو، راه كندويو مع روبو، كنصيفطو ليه الارقام وكنصيفطو ليه الميساج، سالينا. راه ماشي انا اللي غدفع ليا، راكم كنتي غادي تدفع ليا الشريف، كل واحد فيكم غادي يعطيني سؤال وغنحاول نتريطي، ولكن دابا راه نتوما كتعاملوا مع جهاز، كتعاملوا مع آلة. دابا الا ما عندكش حتى راه خص يكون عندك تليفون، شكون ما عندوش هذا التليفون؟ صافي هذاك راه يخدم ليك. على انت دابا حنا ما كندويوش على التليفون ذكي، راه ما كندويوش على التليفون ذكي، ما كندويوش، احنا كندويو على تليفون عادي، بورطابل عادي، واخا يكون ديال 100 درهم، واخا يكون ديال 150 درهم، واخا يكون ديال 200 درهم، كندوي لك على البورطابل العادي داك الصغيور داك ديال 100 درهم اللي كديرو في جيبك. غادي تمشي الراميد ديالك، غتمشي تحت من التصويره ديالك كاينين فيها ارقام 14 رقم، ملي تكون كتكتب ما ديرش لي سباس، فاش تكون كتكتب دير 1 2 3 4 حتى توصل 14، واش فهمتي حتى الرقم الاخر بلا اسباس، واش غديروا غتصيفطهم ل 12 12 12، راه حيت كون كنتو كتفرجوا في التلفازه راه كلشي واضح، وكما كيقولوا الاخوان هذاك الشيء مكتوب لا بالشينويه لا لا لا, لا بالالمانيه، بالعربيه بالدارجه تيدوا معاكم. الله يجازيكم بخير. دابا ها الاولى دوينا عليها، غادي تقولوا لي مثلا بانني انا كنصيفط وما كنتقبلش، وراكم عرفتوا الريزو عامر بحال العيد، راه كتهضر مع شي صاحبك ولا مع عمك ولا خالك وما كيتشدش ليك، راه غتحاول 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 حتى يسهل عليك الله. بالنسبه للشريفه، الناس اللي ما عندهمش رماد، والناس اللي مضره لهم رماد، والناس اللي ما عمرهم ما داروا رماد، واللي عندهم تصوير توصيل بلا ما تبقى تدور بحال الحمق في المقاطعه بالتوصيل ديالك، غتسنى من لهنا سنه جوج سيمانات غيكون جواب. المهم اللي عنده البطاقه يصيفط الاس ام اس، الا جاوبوك بالقبول راه انت غتبع التعليمات، وديك الشيء راه ساهل واضح، راه غتمشي معاه بشويه، وما كاينش في الدار اللي ما كاينش قاري في الدار، ضروري يكون شي ولدك ولا بنتك قاري. الا ما عندكش ولدك ولا بنتك راه ضروري غتعيط على شي واحد من العائله ولا جارك غادي يوريك. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الرميد، اللي مضره ليهم الرميد، سمعتي الشريفه، الا ما عندكش رميد غتسناي جوج سيمانات، ملي غنلقاو الحل غنجيو نقولوه لك. صافي. دابا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش رميد، مضر ليهم رميد، طايح ليهم رميد، عندهم التوصيل بلا ما يجيو المقاطع. دابا حنا الخدمه اللي كتسالونا ان راه كاين واحد الفريق ديال العمل، راه كاين على كاين في سميتو ديالنا خدام للنهار، الدوسي اللي طاح كيطريق، هذا الشيء اللي تسالونا باش نكونوا على المو في الموعد. ورانا نخلي الاخت ساميه والاخر غادي يشرحوا لكم. كنظن راه واقيلا وضحوا لكم كل شيء، راه السيده القايده وضحات لكم كل شيء، يعني ما عليك الا تشد هذاك 14 رقم اللي تحت الصوره ديال رب الاسره سواء الام او الاب. واش الشريفه راه ما غتخلي ما غتستافدي ما خليت ما تخلي يستافد، صمتي ودابا صمتي. دابا احنا ما جيناش باش نعالجوا المشاكل الفرديه، دابا كنتعاملوا وتصمتوا لي وانا الشيطان وتصمتوا، كنتعاملوا مع جهاز بحال الطوموبيل، ما غنبقاوش نعاودوا لي قصه حياتنا. المطلوب منك ان الا عندك البطاقه ما مضرالك ما طايحالك ما عندك حتى شي مشكل في البطاقه، غادي تمشي وغادي تشدي داك الرقم تحت الصويره ديال رب الاسره، يعني رب الاسره الرئيسي اللي كيتحط الدوسي بسميتو، وغادي تصيفطي 12 12، بحال غتصيفطي لخالتك السعديه عمتك غتصيفطي انت 12 12، ساهله ماهله. ملي غتصيفطي 12 12 راه غيعطيك مجموعه، يصيفط لك واحد راه يعطيك واحد المجموعه ديال التعليمات، واش فهمتي؟ هاد التعليمات انت دابا تقدر كاع تشد لاكارت ديالك، لاكارت ديالك وتحطها في شي هاتف ذكي، تلصقها في هاتف ذكي حتى تاخذ المعلومات كامله، حيت المهم هو لاكارت ديالك، المهم هو ديك الكارطه ديالك هي المهمه، ماشي المهم هو الجهاز. راه غادي تشد انت فهمتيني راك انتيليجون تبارك الله عليك، غتشد هذيك لاكارت ديالك تلصقها في شي تليفون اللي هو ذكي،
وغتشوف شنو هما التعليمات اللي غادي يعطيك مثلا، وغتشوف شنو هما دوك التعليمات اللي غادي يتعطاوك، هذوك التعليمات غتتبعهم لان فيها الكود اللي غيتعطاك باش تمشي تيري فلوسك، فيها مثلا الوكاله البنكيه اللي غتمشي ليها، فيها بزاف ديال المعلومات، وهذوك المعلومات شخصيه وخاصه. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ اذا دونك المشاكل انا عندي انا هادي داكشي خليوه راه ما نافعكمش، ونعو في اسكت واسكت تسكت اصاحبي، راه شوفوا راه كلشي في التلفازه والله العلي العظيم، راه شتي كون هذا كون تسكتوا وتصنتوا لهذاك ترخيو رولاكس ترخيو تنفسوا مزيان، راه غادي راه غتلقاو كلشي حيت حشومه نبقاو نعاودوا نفس الهضره. ما تعصبوش، شوف ما تخاموش، حيد يديك وانتي حيد يديك من وجهك، تقولي عاود ما مشطار راجلي، راه غادي تستافدوا غتصنتوا ليا دابا هاد الاولين بحال القرعه، واش هما اللي تيمجوه على الشيطان دابا بحال القرعه، كاين اللي غيشد هاد الشهر كاين اللي غيشد هاد الشهر الجاي، وانتوما بالعكس راه غتضحكوا على دوك اللي شدوا الاولين، دوك الاولين اللي شدوا غيخسروها وانتوما غتستافدوا. اذا فين كاين المشكل؟ انا غندوز لكم ثانيه تشرح لكم اكثر مني. دابا كنظن انها وضحات لكم كل شيء اللي كنمطر عليكم بالنسبه للتليفونات. يمكن لك تصيفط الميساج من اي تليفون، سواء تليفون ذكي ولا تليفون عادي، غا هذاك تاع 100 درهم راه قاضي الغرض، المهم هو الرقم ديالك الشخصي ديالك اللي غادي يجيك، اللي غادي يجيك فيه الميساج، وغادي انت غادي تمشي تسلم هذيك الامانه ديالك والبلاصه فين غتمشي وفين غتمشي بالضبط. يعني غيعطوك واحد الساعه مثلا، عطاوك ما تسعود ما غتخرج حتى تسعود لارو، الا عطاوك العشرة غادي تخرج طلع 10 لارو، راه غتكون دورية أمنية، غادي تكون قدام أي محل أي بلاصة. وين عيالات؟ وسيري حدا ديوركم، سيري طلي من الشرجم ديالك، اش قلنا ليكم؟ وطلوا من شرجمكم، وكون تحشمي، تسيري لدارك. راه كلشي راه حنا راه شوفوا، اجي قرب لهم هنا باش يسمعوا، وراه كنسمعوا زعما حنا كنشكروكم كنقولوا حي الصفا ناس في المستوى. دابا كنظن الميساج وصل ياك؟ انا كنظن بان الميساج وصل. والمراه سكتي احسن ليك وسمعيني اش كنقول ليك باش تستافدي. راه دابا المشكل ديالكم انكم ما كتفرجوش في التلفازه، اش كديروا؟ كتبقاو ضايعين في الزناقي وضايعين في السوق مدرات، وفي الاخر كتقول لك ما فهمتش وكلشي مفسر لك في التلفازه، يعني راه ما كاينش شي حاجه اللي مدره عليك، راه تقول معاك بالدارجه ما دوش معاك حتى باللغه العربيه الفصحى، راه انت ما مسوقاش دابا، وفي الاخر كتقولي ما فهمتش. غادي نعاود عاوتاني نشرح لكم بالنسبه للناس اللي بغاو يستافدوا من الدعم المؤقت اللي عطاته الدوله، غادي يشد التليفون ديالو الشخصي وغادي يشوف لاكارت ديالو ديال الرميد، وتحت الصوره راه كاين 14 رقم، غادي يهز هذاك 14 رقم وغادي يصيفطوا للرقم 12 12، راه من اي تليفون قاضي الغرض، غير المهم هو يتوصل بالجواب بان الدوسي ديالو راه تقبل، هذا هو المهم عندنا. تما الناس اللي عندهم توصيل ولا مطرى لهم لاكارت ولا طايحه ليهم ولا ما عمرو استافد بالمره، ما عمرو دار رامين، هذوك الناس راه خصهم يتسناو واحد شويه، يعني راه كاين ليهم الحل من دابا واحد جوج سيمانات كاين هناك استفاده، غير هو داك الشيء راه جاي تدريجي، راه كل مرة غادي يستافد طبقة، كل مرة غادي يستافد طبقة وغاديين. المهم من هاد الشيء هو ما تهرسوش الحجر الصحي. غنعاود تاني نقول لكم على الميساج اللي غادي يجيك في التليفون، غادي يعطوك الساعة أنت غادي تكون مشي والوقت وفين بالضبط غتمشي. لهذا كنقول لكم بأنه غتكون دورية أمنية، أي واحد خرج قبل الوقت ديالو غادي يتم السحب. كنقولها وكنعاودها، غادي يتم السحب. بهادشي كامل باش تبقاو في ديوركم، مثلا عندي مع العشرة غادي نخرج مع العشرة لارو، ما نخرجش مع السبعة الصباح نوقف في البنكة، إلا درت هادشي راه غيولي التجمع وغادي نولو
كلشي غادي للحبس، صافي سالينا. هادشي راه ما بغيناش نوصلوا ليكم، الله يخليكم، ما بغيناش نوصلوا لي. خلوكم في ديوركم، عطوني الوقت مع العشرة، نخرج مع العشرة لارو، ما نفوتهاش. عندي ربع ساعة ناخذ طاكسي ولا ناخذ شي حاجة، المهم هو تسلم الأمانة ديالك. بالنسبة للناس اللي غادي يبغوا يصيفطوا الميساج من عند التليفون ديال شي حد، كنقولها وكنعاودها، الناس اللي ما غايبغي يصيفط الميساج من التليفون ديال شي حد، هاد القضية ما ديروهاش، لأن الانفورم اللي غادي يجيك الميساج غادي يعطوك واحد الكود باش تمشي تشد واحد الأمانة. يعني إلا كنتي غادي دير خدم بالتليفون ديالك أنت الشخصي ديالك أنت، تفهمنا دابا؟ ما كاينش المشكل. الوليدة فهمتيني أشنو قلت لك؟ وين وليدة؟ فهمتي دابا أنتي محسوبة مع المجموعة الثانية. دابا أنتي اللي ما عندكش الرامي بحالك بحال اللي عنده التوصيل، بحالك بحال اللي مضرة ليه لاكارت ديال رامي ولا مجليالي ولا طايحالي. إذا بغيت تسناه من هنا سيمانة جوج سيمانات إن شاء الله حتى نتوما غيفرحكم سيدي ربي. صافي تسناو وصبروا، وحنا راه معاكم، خاصكم غير نتوما تثقوا فينا. ولا كانت شي حاجه غامضه، كانت شي حاجه بانت لينا شي صعوبات، راه غنجيو عندكم غنتواصلوا معاكم، وكاع الاسئله غنشرحها لكم، واللي جا من المقاطعه او كيملوا راه كيقلب على المشاكل. دابا خلوا الناس يخدموا وانتوما، واللي غادي يستافد هو الاول، هو اللي عنده الحق يخرج، وداك الشيء راه غادي يجي. دابا شوفوا غير ملي كتكونوا واش عاد كتجيو تطلعوا للدار الفوق، راه كتطلعوا بدرايزه 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 بدرايزه، وانتوما غاديين كلشي غادي يستافد. عوفير بلا ما تجي عندك بقى قدام داركم. وعاد صندوق وعاد صندوق، هنيتيني الا ما جيتيش. قرب ليا قرب ليا قرب ليا العوفير العوفير زوين، ما يقدرش يقرب. قرب ليا قرب ليا، شوف العوفير وعقرب ليا عقرب ليا انت عقرب ليا. سي العوفير عطيني اش قدر يقرب ليا باش نسولوك الاسئله اللي كيطرحوا عليك. لا ولكن بلاتي ولكن من بلاصتك غتقول لنا شنو هي الاسئله وحنا غنجاوبوا. هذوك الاسئله غتوجد لينا كاع الاسئله اللي كيطرحوها واللي لقاو الصعوبات فيها، وغديرها في واحد الوريقه. حتى حنا عندنا مسؤولين وعندنا ناس متخصصين، وكاينين الناس ديال المصلحه ديال الترامير، غنجاوبكم على كاع الاسئله، ولكن غنجاوبكم عليها في الساحه ماشي في المقاطعه. دابا وجه لينا الله يرحم لك الوالدين، لا هما تجيني انت ولا يجوني نيتاي. صافي انت راه ملي غتوجد الاسئله غتواصل مع 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 الحسين المقدم. وما انا علاش عندي غادي نحيد؟ لا هما ما يجوش عندو، ما يتجمعوش عليه. لا لا ما غيتجمعوش عليه، لا لا ما غيتجمعوش عليه. صافي صافي صافي، باش احنا نجاوبوا على كاع الاسئله اللي كاينه. صافي حاجه وحده، راه الدراري الموظفين راه خدامين. صافي ما كاينش النعاس، باش في الاخر نوصل لواحد النتيجه مزيان. انا لا صافي. دابا لحد الان مدينة أسفي باقية محتفظة بصفر حالة، مدينة أسفي باقا محتفظة بصفر حالة. لهذا والشرطة راه قلت لك ما تبقاش تدور بالروسي ديالك بحال شي مصفر، والروسي ما مقبولش ليه. الروسي اشنو الروسي؟ والتوصيل وانا راه كنشرحوها باش تسمع. واش قبيله ملي كنا كندويو كتيفي كتيفي، راه حيت نتوما كتحتو راه ماشي كتصنتو. الروسي ما مقبولش. توصيل ملي كتدفع الدوسي وكيعطيوك واحد الورقه طويله، ديك الورقه الطويله البيضاء، وما كاينش ولا شهاده اداريه لا توصيل اي كاغيف، ما مقبولش. مقبوله البطاقه اللي عنده البطاقه صافي. دابا الكواغط كلهم ما مقبولينش، مقبوله البطاقه. وديك البطاقه غديرها داك لو سيستيم. دابا انت جيتي في المرحله الثانيه، دابا راه انتوما كتصنتوش، راه هذا هو المشكل ديالك. سيرت الشهاده الامتيازه وراه ما كتلقاكيش الكواغط، كاع دوك الكواغط اللي عطيتكم ما مقبولينش، ما واكلينش بلا ما تبقى تدور بيه والدوخ. غتسنى المرحله الثانيه، المرحله الثانيه غنجيو ثاني لهاد الساعه وغادي نبقاو نقولوا راه ما يمكنش، ما غاديش نقول لكم ولا غنتخلاو عليكم. وسيروا دخلوا ديوركم ودخلوا لديوركم ودخلوا لديوركم. بالنسبه لمدينه اسفي باقا لحد الان صفر حاله، الله يخليكم جلسوا في ديوركم ما تخرجوش. الان وصلنا ل 600 602 الحالات، 600
وجوج الحالات، الوفيات 36 وفاة. شوفوا كي كيطلع إصابات، وصلنا 602 الإصابات، والوفيات وصلنا 36. الله يخليكم، جلسوا في ديوركم، هادشي راه راحة ليكم ومزيان ليكم باش تجلسوا في ديوركم، وحافظوا على السلامة ديالكم، نغسلوا يدينا مزيان، شرينا الخضرة من السوق نغسلوها، أي حاجة جاية من الزنقة تغسل. الله يرضي عليكم وشكرا ليكم. إذن مشاهدي قناة أسفي جود، جولتنا مازال مستمرة برفقة القائدة حورية في الحملة اللي كتقوم بها من أجل يعني كيفاش كيتعاملوا مع بطاقة الرميد. إذن لاحظنا تجاوب كبير من طرف ساكنة دوار صفا هنا بوسط مدينة أسفي. السلام عليكم الساكنة ديال دوار الصفا، زنقة الفيلالي، ساكنة ديال زنقة الفيلالي، أطفوا التلفازة وحطوا داكشي اللي كديروا وسمعوني أش غنقول ليكم. بالنسبة للناس اللي عندهم الرميد، الناس اللي عندهم الرميد وبغاو يستافدوا من الدعم المؤقت اللي غتعطيه الدولة إن شاء الله، بالنسبة للناس اللي عندهم الرميد غادي يشدوا هذيك لاكارت ديال الرميد ديالهم تحت الصورة ديال رب الأسرة، يعني رب العائلة سواء الأم أو لو الأب، كاين تحت الصورة كاين هناك 14 رقم، هذاك 14 رقم غادي تهزوه وغادي تصيفطوا في ميساج للرقم 12 12. سهلة من اي تليفون، ماشي تليفون ذكي، من اي تليفون قادي لك الغرض، ولو غير هذاك ديال 100 درهم راه قادي الغرض، المهم هو يكون الرقم الشخصي ديالك انت كشخص، ماشي ما تجيبش شي نمرة ديال شي حد، يكون الرقم ديالك انت. ملي غادي تصيفط هذاك الميساج غادي يعطوك واحد الاجراءات غادي انت غادي متبعهم خطوة بخطوة، غادي يقول لك مثلا ها غدير ها غتزيد ها غتزيد، وانت تم غادي حتى تقبل الملف ديالك، وملي غادي تقبل لك الملف ديالك غادي يصيفطوا لك واحد الميساج بان الملف ديالك راه تقبل. لحد الان ما كاينش مشكل، حنا كنديروا لكم هذا الشيء غير باش ما تجوش للمقاطعه وتجمعوا قدام باب المقاطعه، حنا التجمع ما بقيناش بغيناه. بالنسبه للناس اللي عندهم التوصيل ديال الرميد، الناس اللي عندهم ديال الرميد قطرات ليه ولا تجنات ليه ولا طاحت ليه، كاين هناك حل غادي يكون الاسبوع الماجي ان شاء الله،
راه ملي غادي يكون الحل راه غادي يقولوه لكم في التلفازة وغادي تسمعوه في الراديو. ملي غادي يكون حنا غادي نجيو عندكم حتى لهنا وغادي نبسطو لكم المسطره كيفاش ديروا تتخدموا. دابا سمعوني مزيان العيالات وغتصنتوا لي، راه عرفت كاش بغيتي تقولي لي. دابا شتي اللي شاده واخا ودابا تصنتي. دابا شوفي راه ما يمكنش ندوي معكم كاملين، ودابا اسمعي ليا وحط هذيك لاكارت اللي تمشي تطيح لك وتصنتي مزيان. دابا اللي عنده وهاد المراه وتصنتي تصنتي باش تستافدي. واش دابا حنا في البراد؟ وتصنتي تصنتي صيفطي وخلي الناس يستافدوا. يلا وسكتي وخلي الناس يستافدوا ودخلي لدارك. دابا بالنسبه للعيالات ولا الرجال اللي عندكم لاكارت اللي خدامين بها، دابا نتوما خدامين بها صيفطوا. دابا اللي عنده لاكارت يصيفط. دابا حنا دابا باش ما ندوخوكمش اللي عنده لاكارت يصيفط. الا مقبول غيتبع دوك. اشنو هو المطلوب؟ المطلوب انه يصيفط في التليفون ديالو. اشنو هو التليفون؟ ماشي التليفون، هذا التليفون، هذا التليفون ولاكارت، لاكارت ديال التليفون. ديك لاكارت اللي كتحيديها وتبدليها لتليفون اخر، لاكارت ديالك ماشي التليفون، ما كندويش على هذا. هذيك هي المهمه، خاصك تصيفطي في الرقم الشخصي ديالك. دابا فهمتينا الحاجه؟ تصيفطي في الرقم، الا داروا لك مقبول غتبعي دوك التعليمات. حيت حنا ملي دوينا لكم على الاجل اش وليتو كتقولوا لينا؟ انا عندي 2016، انا عندي 2021، ولينا في مشكل اخر. دابا عندك لاكارت صيفط، تقبلتي مرحبا، ما تقبلتيش راك دايس في الدفعه الثانيه اللي غيلقاو ليها الحل. من هنا سيمانه جوج سيمانات. بالنسبه للناس اللي عندهم التوصيل وكيدوروا بالشواهد الاداريه وكيجيو عند المقاطعه، حتى هما عندهم نفس الشيء، حتى هما غيتسناو دو سومين بحالهم، بحال اللي تمضر عليه لاكارت ديال الرميد، بحالو بحال اللي ما عمرو ما دايرها. دابا هادو حالات بوحدهم، الناس اللي عندهم الشواهد الاداريه وعندهم التواصل بلا ما يجيو المقاطعه، راهو مايا في الدفعه الثانيه كما قالت لكم الاخت ساميه. الله يرضى عليكم، ركزوا معايا دابا مزيان. دابا انت دفع صفر، تقبلتي تبارك الله، الله يسهل عليك. راك في الدفعه الثانيه، علاش ما بغيناكمش تجيو المقاطعه باش ما تهرسوش لينا الخدمه ديالتنا؟ انا ندوز لكم ساميه باش نشرح لكم مزيان. دابا تفاهمنا، تفاهمنا دابا، فهمتي؟ حنا من هذا الشيء كامل انه ما يكونوش تجمعات. اي تجمع كان راه الناس اللي فيه كلهم غادي يمشوا للحبس، وخير دليل على ذلك البارح الدراري راه دوزوا 3 شهور تاع الحبس باش تحكموا. فهذا الله يرضي عليكم، شدوا وليداتكم اللي عنده شي وليد، واللي عندها شي ولد ترقوا حداها، واللي عندها شي صداع ما كيتصنطش تسخروا مع السته، مع السته تقولي سير تسخر، وحنا غادي نعرفوا ليه. صافي هادشي اللي كاين، باش نتوما ناقص واحد ناقص مشكل. صافي نتوما تهناو حتى حنا نتهناو. صافي ياكي يلا تبارك الله عليكم الساكنه ديال الفيلالي. غندوز لكم واحد السيد يمكن غادي يفيدكم واقيلا اكثر مني. اخي المواطن، اختي المواطنه، اليوم وطننا الحبيب كسائر مجموعه من الدول يمر من آفة خطيرة أمام وباء قاتل ليس اسمه الموت، ليس اسمه كورونا، بل اسمه الموت، اسمه المقبرة. ندعو الجميع من هذا المنبر، التزموا المكوت ثم المكوت داخل البيوت ديالكم، لبوا نداء الوطن. شريفة هادشي ما تيضحك، هادشي تيبكي. هاد وباء شرد الأسر، يتم الأهالي. كما تعلمون اليوم إيطاليا تبكي، فرنسا تبكي، إسبانيا تبكي. الحدود أغلقت بين الدول، الحدود أغلقت بين المدن، الحدود أغلقت حتى في الزيارات بين الأهالي. وأسطر بالسطر العريض، المساجد أغلقت، المساجد أغلقت. للمرة الألف أقول لكم أن المساجد أغلقت. وزارة التربية الوطنية كذلك كانت سباقة وأغلقت المدارس.
ملي تنقول المدارس اغلقت، نحن اليوم لسنا في عطله، نحن اليوم ما غنمشيوش نفوجو، اليوم خصنا نردو البال للوليدات ديولنا، الفلدات الكبير ديولنا، لان ثقوا بيا راه يكون طيح كثر من الواقف. ما بغيناش نوصلوا لما وصلت لي ايطاليا، ما وصلت اليه فرنسا وباقي الدول الناميه. اليوم وطننا الحبيب كان سباق لمجموعه من الاحتجازات، لهذا خصنا نلبيو نداء الوطن، نلبيو نداء الوطن. ورجع ما قاله ابو قاسم الشافعي، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد للليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. فمن لا يحب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر. وختاما اقول لكم الله يرزق السلامه، والله يدير شتاوي ديال الخير، وندعو الله تعالى ان ينعم هذا الوطن بالطمانينه والامن والامان والاستقرار تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وحياكم الله تعالى. بالنسبه للناس ملي غادي يجيوهم الميساج زنقه الفيلاري كنهضر معاكم، الناس ملي غادي يجيهم الميساج راه غادي يعطوكم الوقت والبلاصه فين غتمشي تسلموا هذيك البركه، فهمتوني؟ في الميساج ديال التليفون ديالك غادي يصيفطوا لك معاد، يعني الا صيفطوا لك مع العشرة غيصيفطوك البلاصه فين غادي تمشي تشد هذيك الامانه. راه خاصك تجي مثلا عطاوك العشرة خاصك تجي مع العشرة اللارو، ما تجيش مع السبعة الصباح ولا مع الثمانية، لا راه غتكون هنا تما وغادي تسلموا من عندك الورقة وغادي يشوفوا الوقت عندك معاش. يعني إذا كنتي ما غادي تشد حتى العشرة ما تجيش مع الثمانية، إلا جيتي مع الثمانية غادي يكون هناك اعتقال في حقك، وأنت خسرتي راسك وخسرتي فلوسك. الله يرضي عليكم، فهمتوني اش كنقول لكم؟ الناس اللي غادي يوصلهم الميساج غيعطوكم الساعة والوقت والبلاصة فين غتمشيو تشدو هذيك البركة. يعني إلا عطاوك العشرة غتمشي مع العشرة لارو، عندك ربع ساعة، ما تمشيش مع الثمانية. حنا راه وكنسبقوا الأحداث، الله يرضي عليكم، كنسمعوا الفلوس وكندوخوا، راه كنباتو فايقين ما نعسوش. الله يرضي عليكم، سمعوني اش كنقول لكم، ما تجوقوش قدام لي بنك ولا الوكالات البنكيه ولا الوكاله البريديه. الله يرضي عليكم، شكون اللي خلاكم تجوقوا؟ راه ما كاينش اللي غيخليكم تجوقوا، الله يرضي عليكم. صافي خليونا نمشيو نشوفوا ثاني ناس اخرين، كنشكركم بزاف لانه كاينين شي وحدين فيكم كيخرجوا، ولكن دووا معاهم وردوا البال، الله يجازيكم بخير. يلا شكرا، يلا شكرا صحاب زنقة الفيلالي، تبارك الله عليكم. إذن مشاهدينا مازال مستمرين في جولتنا برفقة القائدة حورية في حملة اللي كتقوم بها من أجل التوعية في القطاع ديالها. حنا الآن غنتجهوا لسوق عزيب الدرعي، عدتك يطيح
سي ابراهيم، انا بغيت هذوك الناس يتصنتوا. ماشي مشكل، يلاه باش نضيعوا الوقت. سي ابراهيم صافي، غنرجعوا السلام عليكم الناس ديال حي الصفا. لي الصوت كيسمعوا يطلع ليا من الشرجم ويسمعني اشنو غادي نقول ليه، لان هادشي في الصالح ديالو. ساكنه ديال حي الصفا يطلعوا ليا من الشرجم ويسمعوني اشنو كنقول ليهم. فيقوا من النعاس، طفوا التلفازه، طفوا على فضيله وبناتها، تصنتوا ليا اش غنقول لكم. هادشي راه مهم ليكم. بالنسبه للناس اللي عندهم الرميد، الناس اللي غبغاو يستافدوا من الدعم المؤقت اللي تلقاته الدوله، غادي تشدوا لاكارت ديالكم ديال الرميد، وغادي تشدوا التليفون ديالك الشخصي ديالك انت، غادي تشدوا الصوره ديال رب الاسره اللي كاينه في لاكارت، سواء الام او الاب. تحت الصوره كاين هناك 14 رقم غادي تهزوا وغادي تصيفطوا في ميساج للرقم 12 12. سهله، غادي تهز هذاك 14 رقم وغادي تصيفطوا في ميساج للرقم 12 12. ملي غادي تصيفط هاد لو ميساج، غادي يجوك الخطوات اللي غادي تتبع، وغادي يقولوا لك في الاخر المطاف بان غيجيك واحد الميساج غادي يقولوا لك بان الدوسي ديالك راه تقبل. لحد الان حنا مفاهمين. غندوز للناس اللي عندهم توصيل ديال الرميد. الناس اللي عندهم توصيل ولا طاحت لهم لاكارتهم ولا توترات، هاد الناس غادي يكون هناك الحل من دابا واحد جوج الاسابيع، يعني جوج سيمانات غادي يكون الحل. وملي غادي يكون الحل راه غادي تسمعوه اما في الراديو ولا غتشوفوا التلفازه. ملي غادي تشوفوها وغادي تسمعوا داكشي، حنا بالدور ديالنا غادي نجيو لعندكم وغادي نوصلوا لكم المعلومه، نبسطوها لكم لاقصى درجه. بالنسبه للناس اللي ما قاريينش مساكن، كاينين الناس اميين، ناس كبار ولا صغار، ما فيها باس الا كانوا الدراري تيقراو، ما فيها باس الا تساعدوا معاهم. الله يرضي عليكم. غادي نجيكم عاوتاني ملي غادي يوصلكم الميساج، امتى غادي تمشي جيب هذيك الامانه، مثلا غيعطوك وكاله بنكيه ولا وكاله بريديه، وحده من هاد الجوج. ملي غادي تبغي تمشي ما ديرش التجمع، ماشي تسمع الفلوس وتفيق مع السبعه الصباح وتقول لا نمشي امتى توصلني النوبه، لا، راه غادي يعطوك الوقت والساعه بالضبط امتى غتمشي. مثلا عطاوك مع 10 ولا عطاوك مع 11، غادي نمشي مع 11 النهار، ما نمشيش مع 8 الصباح نمشي للسيرفيس. راه غتكون هناك دوريه امنيه غادي تكون واقفه تما، ماشي دوريه، دوريات غادي تكون هناك دوريات امنيه في كل بلاصه، وفين ما مشيتي ولقاو عندك الورقه. مثلا عندك 11 تجي مع 11 لارو، ما تجيش مع 8 الصباح، الا جيتي مع 8 الصباح غتعتقل وغادي تخسر راسك وتخسر هذوك الفليسات، غديهم غد الدوله. فلهذا نرجع لكم، التزموا بهادشي اللي كنقول لكم. عطاك 11 غتمشي مع 11 النهار، عطاك 10 غتمشي مع 10 النهار. ما حنا المغاربه راه شويه، راه حنا شويه كنسمعوا الفلوس كنباتوا فايقين. مع 8 الصباح كنخرجوا حنا الاولين، باقي الموظفين ما تخرجوا حنا الاولين كنوصلوا. فلهذا نرجع لكم، غادي يعطوكم الوقت وغادي يعطوكم البلاصه فين اما وكاله بنكيه ولا وكاله بريديه. ردوا معايا البال، ملي تبغي تمشي ما تخرجش مع 8 الصباح، غادي يعطوك الوقت والساعه انت غتمشي للشيء اللي غتشد امانتك. 15. وبالنسبه للناس اللي بغاو يبعثوا ميساج، ما تصيفطوش الميساج من اي تليفون، من التليفون الشخصي ديالك انت. ملي تما ملي غادي تصيفط التليفون، لانه تما ملي غادي يجيك فين عاوتاني غيجيك الميساج وغادي يقول لك انت غادي تمشي تشد الامانه ديالك وفين بلاصه غتشدها. فلهذا الله يرضي عليكم، تفرجوا في التلفازه، راه ملي غادي يكون الحل ديال الناس اللي ما عندهمش، اللي عندهم توصيل واللي ما عندهمش الرميد ولا اللي طايحه عليهم ولا مضره عليهم، راه غيكون الحل ابتداء من الاسبوع الماجي ان شاء الله. فلهذا تفرجوا في التلفازه وتبعوا هذوك التعليمات، وان شاء الله راه ما غادي يكون غير الخير، غير شويه الصبر. دابا حاجه وحده اللي خصكم تركزوا فيها، اللي عنده البطاقه خرج ليه مقبول،
راه غادي يتبع داكشي التعليمات اللي كاينه. خرجات مرفوض راه بحالو بحال اللي عنده توصيل ولا شهاده اداريه ولا مدره ليه لاكار ديال الرامد ولا ما عمره ما دار الرامد. هادو تريتمون ديالهم هادو غيكونوا حالات خاصه، هما دابا اللي كيتعالجوا في هاد جوج سيمانات وغيتلقى لهم الحل. نعاود نقول لكم العيالات والرجال اللي كيجيو عندي وجايبين التوصيل والشهاده الاداريه بلا ما تجيو، راه ملي غيتلقى الحل غتسمعوه في التلفازه وحنا غنقولوه ليكم. صافي، واش مفهومه الهضره ولا ما مفهوماش؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ها هي واحد المره قالت فهمتي ولا ما فهمتيش، كتضحكي. فهمتي؟ صافي، ما بقاش الغموض. دابا اللي عنده لاكارت، اللي عنده لاكارت دابايا غيمشي لتحت من التصويره ارقام بلا اسباس، ما ديريش الاسباس يعني ما ديريش الفراغات. غادي مثلا ديري واحد جوج ثلاثه كتكليكي ما توقفيش، ما ديريش الفرق ما بين العدد وما بين العدد، وغتصيفطي 12 12. غيبقاو الناس اللي عندهم الروسيات كيدور بالروسي ديالو بحال شي مسطي. هذاك الروسي اللي كيدور به الشهاده الاداريه كيتسنى بحالو بحال اللي موضره ليه لاكارت، بحال اللي خاص بحال اللي ما عندوش لاكارت، بحال اللي ما عندوش رامي. هادو راه من هنا واحد ديال اليقظه اللي غتفك ليه المشكل ديالو. وراه حنايا في المقاطعه راه حنايا غنقول لكم احنايا راه كاين واحد الفريق ديال الموظفين، اي ملف طاح عندنا من هاد الناس اللي غيصيفطوا بار انترنت يعني بواسطه الانترنت راه كيتعالج ديك الساعه باش نفكوا المشكل. ما تقلقوش صحاب شهاده اداريه وصحاب التوصيل، ما تقلقوش اللي ما عندوش رميد اللي مدره ليه رميد، راه كاين الحل من هنا سيمانه من هنا جوج سيمانات. ونخلي الاخت ساميه راه غتشرح لكم اكثر. كنظن راه داكشي اللي بغيت نقول لكم راه وصلتو ليكم وبسطاتو ليكم. راه دابا المشكل حنا غا ما تجوش لينا المقاطعه، ما تروبلوناش فروسنا، هذا هو المهم. ما ديروش تجمع وتجيو. دابا قضي غراضك من قاع دارك، صافي من قاع دارك قضي الغراض. خلونا نشوفوا الناس الاخرين، راه باقي عندنا المشكل ديال الناس اللي عندهم التوصيل. عطاونا الاسبوع الجاي حنا خصنا نعرفوا المعلومه ونديروا عليها الفورماسيون باش نجوا نوصلوها لكم ونبسطوها لكم. الله يرضي عليكم. وكاينين الناس اللي ما قاريينش، ما فيها باس الدراري الشباب ولا العيالات اللي قاريين تساعدوا مع بعضياتهم. وشكرا لكم. السلام عليكم خويا، ممكن نسولوك؟ مرحبا. الله يحفظك. انت الان على مباشر اللي شريتي اس في كود، انا كيف كتشوف هذه الحمله اللي كتقوم بها القيده حريه في القطاع ديالها؟ عاودي السؤال. كيف كتشوف هذه الحمله اللي كتقوم بها القيده حريه في القطاع ديالها؟ والحمد لله داك الشيء زعما اللهم لك الحمد، يعني هذه الامور بخير وعلى خير، زعما صعب القيده خدامه مزيان. تبارك الله، زعما ما عندي ما نسال، تبارك الله قايمه بالواجب والدوله قايمه بالواجب. الشريفه. سيدنا ما يصور تا هو راه حافظ على هادشي مزيان. والحمد لله داكشي اللي يعني ماشي اللي كيقولوا لنا راه حنا كنطبقوهم بالحرف. والمزيدية ما ناقصين، يعني لا في الوقت لا في كلشي. وملي كان صافي ملي كنسول الاغراض كندخلوا للدار، على ما كنطلبوا الله يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله. شكرا خويا، تبارك الله عليك. اذا مشاهدي قناه اس في كود، حنا مازال متواصلين معكم في هذا البث المباشر من هنا من مدينة أسفي برفقة القائدة حورية في الحملة ديال التوعية اللي كتقوم بها في القطاع ديالها، كتوري الساكنة بطريقة مبسطة كيفاش أنهم يتعاملوا مع بطاقة الرميد. إذا كنشكروا على هاد المجهودات الجبارة اللي كتقوم بهم. العيالات حيدوا شوية الجماعات، حيدو الجموع، حيدو داكشي الله يرضي عليكم، هداكشي راه ماشي في الصالح ديالكم. بالنسبة للناس اللي عندهم الناس اللي عندهم الرميد وبغاو يستافدو من الدعم المؤقت اللي عطاتو الدولة، غادي نوريهم كيفاش يديرو. الناس اللي بغاو يستافدو من الدعم المؤقت اللي تلقاتو الدولة، غادي نوريكم الإجراءات والخطوات اللي غادي تتبعو.
الملكية. لهذا الله يرضي عليكم غادي تشدوا لاكارت ديالكم ديال الرامين تحت الصورة ديال رب الأسرة، يعني سواء الأم أو الأب تحت الصورة ديالو راه فيه واحد الرقم، فيه أرقام فيه 14 رقم، عدد فيه 14 رقم، هذا في العدد غادي تهزو وغادي تسالتو ميساج للرقم 12 هذا. وبالنسبة للتليفون اللي غادي تسجلو هذاك الميساج خاصو يكون التليفون ديالك الشخصي ديالك أنت، متكونش كيما تتصاحبو ولا ديال جارك ولا ديال خوك ولا ديال شي حد، لا التليفون ديالك أنت، لأنه غادي يجيك الميساج ديال الأمور ديالك أنت، غادي يجيك التليفون ديالك أنت. والتزموا شويه وبقوا في ديوركم، حنا عارفين القضيه راه صعيبه وواعره شويه، ولكن هادشي راه حمايه ليكم، راه ماشي بالساهل باش تسد على الانسان في دارو وتقول ليه جلس ما تخرجش، راه ماشي ساهل، ولكني انتوما القلب الكبير وانتوما القلب المتسع الحمد لله. بالنسبه للعيالات اللي كينعسوا ويفيقوا وتقول لك الصباح غنلبس جلابيتي وغنمشي عند القايده تعطيني المعاونه، القايدة راه ما كتعطيش المعاونة، السلطة راه ما كتعطيش المعاونة، الله يرضي عليكم. راه كاينين الناس مختصين في داك الشيء كيحطوا لك وكيمشوا بحالهم. هاد الشيء كله باش ما ديروش التجمعات، ما تبقاوش العيالات يتجمعوا فين غادي غادي نمشي نجيب المعاونة. والله القسم إلا غير يوم الصباح جريت على شي 30 مرة، 30 مرة دايرين التجمع. فلهذا الله يرضي عليكم، راه أي واحد رزقه غادي يجي حتى لعنده، غير ما ديروش التجمع. دابا واحد القضية باش نتفاهم. دابا بالنسبة اللي عندهم رامل رامل تيدي كاختي، ياكل هذيك رامل تحت منها التصويرة ديال رب الأسرة، هادوك الأرقام
دابا صافي، دابا انت ملي كنقولوا رب الاسره يعني زعما السيد اللي الرئيسي مول رامد. دابا مول رامد اش غادي يدير؟ وشوفي دابا انت اش غدير؟ دابا حنا باش ما نبقاوش تسولونا هذه الاسئله اللي ما مزواش اللي ميت لها الرجال اللي هذه، دابا باش ما تسوليش هذه الاسئله صيفطي. اي غتصيفط صيفطي الميساج، كنتي مقبوله الله يسخر لك فهاد المرحلة، ما كنتيش مقبوله ملي انا جوج سيمانات راه غادي لقاو غيلقى لجنه اليقظه، واحد اللجنه معينه راه غتلقى الحل. الناس اللي ما عندهمش الرماد، الناس اللي طايحه لهم رماد، الناس اللي ما تقبلوش في السيستيم يعني ما تقبلوش ما ترسلش لهم الميساج، والناس اللي عندهم التوصيل. دابا اللي عنده التوصيل وشهاده اداريه كنوحلو معاه كيتمشي لنا المقاطعه، والناس اللي مقا ديالهم رماد كيتموجي لنا المقاطعه. دابا نتوما صيفطوا حتى اللي مقا ديالي رماد يصيفط، حيت 31/2019 كاين ما بغاش يفهم. صيفط تقبلتي الله يسخر لك، ما تقبلتيش ها اللي غتقبل فيها في كاين المشكل. دابا فين كاين المشكل؟ ما كاينش صافي. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ صافي فهمتوا. والدينا والديك تفضل. دابا المهم من هادشي كامل راه داكشي جاي غتدريجي، راه داكشي جاي غتدريجي، راه كلشي غيستافد. والمهم من هادشي كامل هو تشعلوا التلفازة، بقاو تفرجوا في التلفازة، ما تفرجوش فضيلة وبناتها، تفرجوا في التلفازة. الهضرة المهمة التلفازة بحال هادشي الرميد، راه من الليل الليل كيديروا برامج على خصوص الرميد، خصوص على مرض كورونا. تبعوا هادشي استافدوا شوية. التلفازة فرجوا غير في التلفازة راه غادي تشوفوا الحل. حيدوا الحتي الخاوي، حيدوا الجماعة الخاوية. إلا كنتوا غتهضروا هضروا على شي حاجة مفيدة وبلا ما يحتيو على الجلابة ديالهم تموجيين عندهم. قلتها اليوم هادي قالت لكم بلا ما تحتيو على جلابتكم عيالات وتجيو المقاطعة. دابا راه المقاطعة مسدودة وأي واحد جا المقاطعة راه مرحبا بكم، ولكن شنو هو الهدف؟ مرحبا بكم اللي تسالي كورونا اجوا عندي، ولكن ما تجيوش مجموعين كاملين تقتلوني. دابا حاجة وحدة، دابا راه كاين حجر صحي. الله يرضي عليكم، كنشكركم بزاف، الله يجازيكم بخير، والله يرحم لكم الوالدين على هذا الالتزام ديالكم. سكينة ديال سكان صفا، تبارك الله عليكم، والله يحفظكم، وشكرا لكم بزاف على الكرم ديالكم، والله شكرا. إذا المشاهدين أسفي قول في هذا الأثناء كتلاحظوا تصفيق الساكنة ديال دوار صفا للقيادة الحرية على المجهودات اللي كتقوم بها. السلام عليكم. الساكنة ديال عزيب الدرعي، ساكنة ديال عزيب الدرعي، طفوا التلفازة وطفوا على البوطة وسمعوني اش غنقول لكم. الآن القيدة حورية كدير جولة في القطاع ديالها، كتفقد كيفاش دايرة الأحوال هنايا. بالنسبة للناس اللي غادي يستافدوا من دعم المؤقت
الدار. خذ جيب لي. هالدار هاد هذا اللي غادي راه هو مالو ملي صافي يدخل الحال واش حق ولا عرفتي باش بدر واش عرفتي ولا عرفتي عرفت دير واحد الجوله ولا تزيد دير مع هذا واش جا دير لي شي وحده ما يلا يلا دير واحد الجوله ولا زيد التزامات شوف دير لهم الالتزامات دير لهم الالتزام والمرة الجاية طبق الإجراءات معاهم صافي المهم شوف المهم راك عرفتيهم هما ماشي غرباء وما تيشكلوش شي خطر يا الله صافي Thank you.
ملي صيفط الميساج غادي يكون هناك تتبع واحد الخطوات، غادي تتبع هذوك الخطوات من الاول ديالهم للاخير ديالهم. ملي غادي تكمل غادي يصيفطوا لك واحد الميساج ديال قبول الطلب. تفهمنا؟ الناس اللي غادي يصيفطوا الميساج خاصهم يكون تكون عندهم لاكارت ديالهم ديال الرميد مازال خدامين بها. الناس اللي كيهزوا الرميد ديالهم وكيمشيو يخدموا به، كيمشيو به للسبيطار ويمشيو به لكل شيء، هادوك هما الناس اللي غادي يصيفطوا. لهذا الله يرضي عليكم، هذا الشيء كنقولوه ليكم غير باش تجلسوا في ديوركم وما تمشوش للمقاطعات ديروا التجمع. دابا غادي ندوز الناس اللي عندهم توصيل ديال الرميد. الناس اللي عندهم توصيل ديال الرميد، الناس اللي طايح عليهم الرميد، اما طاحت ليك ولا توضرات ليك ولا تجلات ليك، هاد الناس غادي يكون الحل من دابا واحد جوج الاسابيع. الحل ديالهم راه غادي يكون من دابا واحد جوج الاسابيع، وملي غادي يكون الحل راه غادي تشوفوه اما في التلفازه ولا غادي تسمعوه في الراديو، وحنا بالدور ديالنا راه غادي نجيو حتى لعندكم باش نبسطوا لكم. بحال دابا غنبسطوا لكم المسطره اشنو غادي نديروا. اللهم الا بقيتوا شاعلين التلفازه وتفرجتوا واستفدتوا وعرفتوا اشنو كاين وامتى كاين الحل. دابا غندوز لكم عاوتاني ملي غادي يجيكم الميساج وغيعطوكم الوقت والساعه والمكان في غتمشوا تشدوا هذيك البركه. دابا حنا المغاربه ملي كنسمعوا الفلوس راه حنا كنباتوا فايقين تيصبح الحال، ما كننعسوش، كنمشي انا قبل الموظف. الله يرضي عليكم، غادي يعطوكم الوقت مع اش غتمشيو. مثلا صيفطوا لك في الميساج غتشوف مع 11، عندك مع 11 غادي تمشي تشد فلوسك، ما غنخرج حتى ل 11 لارو، ما نمشيش مع 8 الصباح. راه كاين هناك دوريات امنيه في اي وكاله بنكيه ولا وكاله بريديه، غادي يكونوا هناك دوريات امنيه. الله يرضي عليكم، التزموا ملي غادي يكونوا هذوك الدوريات الامنيه. علاش؟ غير باش يشوفوا الوقت والساعه امتى غادي تكون. يعني الا عندك ال 11 ما غتجي حتى ال 11 لاروب باش ما تجيش مع 8، وهذا الشيء كامل الغرض منه هو ما يكونش تجمعات باش ما تجمعوش. هذا الشيء لحد الان فهم كل حاجه فاهمينها. غادي ندوز عاوتاني للعيالات اللي كتنعس وتفيق وتلبس جلابيته وتقول لك انا غدا المقاطعه غنمشي عند الخيضه راه غتعطيني المعاونه. لا، اي بلاصه لقينا فيها التجمع ديال العيالات كل شيء غادي تعتقل. وهذا علاش؟ لان حاليا حنا عندنا مهمه ماشي ديال الاعانه، المهمه ديالنا هي تطبيق الحجر الصحي. دابا حاليا راه ما كاينش معاونه. كاينين ناس اخرين، كاينين الناس اللي مختصين في هذا الشيء وكيجيو حتى لعندكم يحطوا لكم شغلكم وكيزيدوا فحالهم، حنا ما تنعرفوهمش. سمعتوني؟ حنا الغرض من هذا الشيء هو الحجر الصحي، الناس يبقاو قاعدين في ديورهم، ما يكونوش هناك تجمعات. بالنسبه دابا حنايا جينا عندكم باش نشرحوا لكم كيفيه الاستفاده من الرميد. دابا كاين جوج الحالات، كاين الحاله
كتسمعوني، كاين الحاله اللي عندهم لا كارت ديال الرميد، هادو اللي عندهم لا كارت ديال الرميد وخدامين بها غادي يمشي تحت التصويره ديال رب الاسره. كانت مراه غتمشي هي اللي عندها الرميد غتمشي تحت التصويره ديالها غتلقى 14 حرف، داك 14 حرف غترسلو ل 12. راه التلفازه كتبين لكم كل شيء. بالنسبه فينا حنا عندنا المشكل، حنا عندنا المشكل في الناس اللي ما قبلهمش اللي برسلوا الميساج وترفضوا، وعندنا المشكل في الناس اللي عندهم التوصيل والناس اللي عندهم شهاده اداريه اللي كنعطيكم في المقاطعه ملي كتبغيو تمشيو لوبيطال فهمتينا الشريفه، والناس اللي مدرا لهم راميد كانت عندو راميد وتجلات ليه ما بقاتش عنده طاحت ليه، والناس اللي ما عمرهم ما داروها هادو كاملين. نعاود ليكم، الناس اللي ما تقبلوش ما داش ليهم الميساج، والناس اللي عندهم التوصيل، والناس اللي عندهم شهاده اداريه، والناس اللي مدرا لهم لاكارت ديال الرميد، والناس اللي ما عمرهم ما داروها هادو من لهنا سيمانه جوج سيمانات غتلقى لهم لجنه اليقظه الحل. دابا اللي كندويو دابا مع اللي غيستافدوا في الاول هما الناس اللي تقبلوا السيستم. المهم انت عندك البطاقه ديال الرميد دفع تقبلتي مرحبا، سمعيني اش كنقولها لالا تقبلتي مرحبا صافي غتبعي دوك التعليمات كما قالت لك الاستاذه ساميه ملي غيعطيوك الوقيته ديالك غتمشي في الوقيته ديالك. علاش؟ لانه غيقسموكم، حيت شنو؟ حيت كلشي الدوله كامله بالمؤسس بكلشي بالاداره ديالها خدامه على حاجه وحده، كيفاش انكم تجمعوش؟ يعني الا عطاوكم 9 غتمشي مع 9، عطاو لجارتك 12 غتمشي مع 12، ماشي انايا 9 غنخرج مع 7 الصباح بحال ما عمرني ما لا الله يرضى عليك غتلتزموا به. الناس الفئه الثانيه اللي ما 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 قبلهاش ما قبلهاش ما جاش الميساج ديال القبول جا الرفض، ولا عندهم توصيل ولا عندهم شهاده اداريه وتصنتو مزيان راه كلشي في التلفازه، هادو ولا مضر ليه لا كارت هادو ولا ما يجيو عندنا، حيت هادو ما غنلقاو الجواب ليهم ان شاء الله من هنا واحد السيمين ولا جوج سيمانات. انا ندوز لكم، وهادشي كل الغرض منه هو انكم تلتزموا بالحجر الصحي ديالكم وتجلسوا في ديوركم. بالنسبه للدراري الشباب اللي ما بغاوش يجلسوا، الامهات الله يرضي عليكم اللي عندها شي ولد ربطوا حداها، راه البارح السجن كان صدد ديال الدراري 3 شهور تاع الحبس باش حكموا عليهم، لهذا جلسوا في ديوركم الشباب. الامهات ضربوا القفل على ولادكم، واللي عندها شي ولد صقع ومفقصها وما خلى ما بغاش يجلس ليها في الدار سخروا لينا غير مع 6 قولي خرج تسخر جيبوا لساميره لساميه ماشي عندي. الله يرضي عليكم الشباب التزموا جلسوا في ديوركم، هذه احسن حاجه ليكم حمايه ليكم. الله يرضي عليكم راه كنشوفكم واقفين بالخصوص هنا عزيب الدرعي، دراري الشباب راكم جالسين في راس الدريبه. بالنسبه للدراري اللي كيكبيو كمي قاروك وما تعطيش غادي ودخل في حالك صافي كمي قارو ديالك بوحدك، هادشي راه حمايه ليكم الله يرضي عليكم. وشكرا للساكنه ديال عزيب الدرعي. واش دابا عندك الاب والام؟ واخا دابا الوالده مريضه مسكينه غادي تمرضها، دابا انت كتعالج مشكل بمشكل، دابا تصمت ليا تصمت الله، وسعيد تصمت، دابا انت كتعالج مشكل بمشكل، كتقرا فاش كتقرا سيدي، دابا انت كتقرا باش عندك شي حلم، اشنو هو الحلم ديالك؟ وغتولي المخ على اللي باغي يمشي يدخل المخزن كيدير بحاله المخزن كامل وغتمشي ان شاء الله المخزن وشوف والله ان شاء الله تتمشي الا بغيتي باذن الله، ولكن اللي بغى يمشي المخزن اش كيدير؟ اش كيدير؟ شوف فيا شوف فيا اللي باغي يمشي المخزن اش كيدير؟ كيوجد واحد السيفي ياك السيفي اش هو عرفتي؟ هذاك السيفي واحد السيره ديالتي هي السيره ديالتي اش كيكون فيها؟ كلشي كيشعل راه كلشي كيشعل هضرتك كتشعل الحوايج كيشعلوا النقاط كيشعلوا السلوك ديالك كيشعل كلشي كيشعل حيت اش كيهزوا؟ كيهزوا النقله كيهزوا الزين والفن ودابا الحمد لله
مادام ما فيك لا سيكاتريسه في وجهك لا درت شي حاجه خايبه، بالعكس الوالده ديالك مريضه الله يشافيها مسكينه، ولكن الا مريضه خصك تعاوني باش تشافى. واش دابا الوالده ديالك مرضات غتشرف؟ ها دابا علاش عطاوكم دابا هاد العطله؟ علاش عطاوها لكم؟ حيت كاين واحد المرض خايب، هاد المرض الخايب اللي كاين خصنا كلنا ندخلوا للديور ديالنا. اللي شتينا حنا خارجين كنأديو واحد المهمه، واش فهمتي؟ حنا كنأديو واحد المهمه. انت دابا هي كتقرا خصك تخرجي تخصو بيتك. ودابا واحد القضيه نقول لك واحد الحاجه، على دابا كيستجيبوا الله سبحانه وتعالى، كيكون جميع الحسنات. اشنو هاد الحسنات؟ كنكون مزيان مع والديا، كنطيب فيهم، كنتصنت ليهم، مزيان مع الزملاء ديالي، باش الله سبحانه وتعالى راجل مزيان سعيد ان شاء الله باذن الله. هاد السيد ان شاء الله باذن الله غادي يكون صافي على الدوسي ديالك وكيسليك فيه. انت بغيتي الله يسليك الدوسي ولا بغيتيش الله يسليك الدوسي؟ وكيفاش غيسليك الدوسي؟ وكيفاش غيسليك الدوسي يا الدوسي؟ ملي انا كنضرب وش وملي كنسلسل على دار كنخلعهم وملي كنشرط واحد الطوموبيله بالبيكا، كيفاش انا غادي ربي غادي يسهل عليا؟ وملي كيبقاو تابعيني الخيال للناس ديال الامن كيتجاراو معايا. واش دابا واش فهمتيني ولا فهمتينيش؟ دابا السي في واش خصو يتزيان ولا يتوسخ؟ ها ودابا اش غدير؟ اش غندير؟ ماشي انا اللي غنعطيك فرصه غتعطيها لراسك، اما انا الا طلقتك غيشدك واحد اخر. على مالك انت راك في المغرب فين ما مشيتي كتشد؟ ها ما تصحاب فين مشيتي؟ ولكن شنو هو المهم؟ شتي كاع نكون انا ما كنقراش مزيان، نحاول شتي نسقط جوج مرات، شتي ندوبل حتى ثلاثه المرات، ولكن المره الرابعه غنجح. انا ملي كنت كنقرا كنت كنجيب الزيرو، ولكن علاش كنحاول؟ ما يقلقش ما جبتي شي زين، المهم انت ملي جبتي انت في المدرسه الواعره هي ما تجيبوش وتخرج من المدرسه، اما احسن نجيب زين في المدرسه ونخرج من المدرسه. ولكن المره الاولى انا غنعاود المره الثانيه وغنحاول وغنحاول وغنجح. ها عندك الحساب ديالك نشوف السؤال وسختي وسختي حوايجك وكذا في راسك الحال واش فيك عايشه في الغيبه ولا شنو؟ عندك 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 عندك
يلا سير للدار اخر مره. شوف زدتو بيتك وبشويه بشويه كنتعلم كنتعلم كنطيح وكنموت كنطيح وكنموت كنطيح وكنموت حنا الرجل كن اكيد وغتفكر نكون عايشه ولا مت. المهم غتفكر. يلا سير الله يعينك وسير دخل الدار ما تبقاش صافي غيدخل انا ومسطي راه قرار خصو يتاخذو. إذا مشاهدي اسفي جود في هذه اللحظات كتواصل حملة التوعية اللي كتقوم بها القائدة حورية على مستوى حي عزيب الدرعي. حنا الآن كنتواجدوا بالقرب من المدرسة ديال عزيب الدرعي الابتدائية. السلام عليكم الناس ديال عزيب الدرعي، عيالات عزيب الدرعي اللي شاعله شي بوطه طفيها اللي كتفرجت في التلفازه وتسمعونيش غنقول لكم الناس اللي باغيين يستافدوا من الدعم المؤقت اللي غادي تعطيه الدوله. الناس صحاب الرميد يسمعوني، الا بغيتي تستافد من الدعم المؤقت ديال الدوله ما عليك غير تشد لاكارت ديال الرميد اللي خدام بها لحد الان، كتمشي بها للسبيطار وكتدير بها كل شيء، يعني خدام بها. هذيك لاكارت راه تحت الصوره ديال رب الاسره سواء الام او الاب. كاين واحد العادات كيتكون من 14 رقم، عادات تحت الصوره ديال رب الاسره كيتكون من 14 رقم. هتهز هذاك العادات وغادي تصيفطو في ميساج للرقم 12، غادي تصيفطو ميساج للرقم 12، والتليفون اللي غادي تصيفط بيه خصو يكون ديالك انت، شخصي ديالك، الرقم خصو يكون ديالك، شخصي ديالك، ما تقولش ليا هذا الرقم ديال خويا ولا هذا ديال ولدي ولا هذا، لا، يكون ديالك انت. فلهذا الله يرضي عليكم. إذن مشاهدي قناة اسفي جود نتمنوا أننا نكون قربناكم من المجهودات اللي كتقوم بها القائدة الحورية هنا بمدينة اسفي. إذن دائما معكم طاقم اسفي جود في المتابعة سامي بن سليمان عبد الحليم سموت، إلى اللقاء.